عبر قناة بازيدان. أعزائي المشاهدين، معنا في هذه اللحظات الكابتن عبد الرحيم الحسيني بعد مشاركتك في هذه المناورة لتكريم الكابتن حجازي غروي، ماذا تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بصراحة المشاركة مع الأخ العزيز حجازي يعتبر شرف للجميع وخاصة لي أنا، لأنه من اللعيب القلائل جدا في مكة الذين لعبت معهم كمستوى وكخلق وكأدب، ومن القلائل اللي استفدت منهم هو مع تقارب السن، لكن برضو استفدت منه، استفدت من خلقه ومن أدبه ومن كرته. فلي الشرف صراحة أكون اليوم أحد اللاعبين المشاركين في تكريم هذا اللاعب صراحة. عبد الرحيم، كيف تقيم إقامة مناورات أو من أي منظور تراها إقامة مناورة لتكريم شخص معين واستدعاء عدد من الأسماء المعروف وغير المعروف؟ إن الكريم سيوفي الكريم، ومن حق الكريم علينا الوفاء. فمن حق الذين قدموا لمكة وقدموا للكرة، بالإضافة إلى التقديم الكروي، التقديم الخلقي، يعني هم اثنان لا ينفصلان خلقا وكرة، فمن قدم الاثنان استحق الثناء من كل فرد في مكة. وهذا المفروض يكون ديدا أي رياضي، لأن الرياضة ليست في الملعب، خاصة الرياضة خارج الملعب، وعلاقات ومحبة كما تجمعنا في الكرة، نحب نتجمع دائما على محبة ويفاق، وحتى نزرع ذلك في الجيل القادم من العمل يستحق التكريم بإذن الله. عبد الرحيم الحسيني، شكرا لك. الله يحفظك، شكرا لكم، وشكرا لكم على هذه الاستضافة وعلى هذه القناة الجديدة الآن، بازيدان جديدة ما شاء الله، لكن نتمنى لها التقدم ونتمنى لها المزيد من الإثارة والبرامج. شكرا لكم، الله يحفظكم، سلام.